استاذ احمد من كفر الشيخ اتفضل. تحيه لحضرتك استاذ دانش ودي قناه مصر الزراعيه. العفو يا فندم بشكرك. والله يا فندم انا شكوتي كانت بس عن بخصوصات البحريه عايزه تطهير، فكلمت الجمعيه اللي انا تابع ليها وقلت لهم يا جماعه عايزه تطهير من الكلام ده من شهرين، وقالوا لي حاضر هتيجي حاضر هتيجي، ولغايه الان ما فيش جهاز. وطبعا الموسم الصيفي يعني خلاص يعني كلها شهرين والموسم الصيفي يدخل. تمام. عايزين نطهر الترعه ديت، هي هم بيجوا كل سنه لكن السنه دي ما جوش، الجمعيه ما جابتش البحار يطهر الترعه، فارجو من حضرتك. هي الجمعيه اللي ما جابتوش يعني ده كده مصرف خصوصي صح ولا ترعه سوق مش ترعه ري خصوصي ترعه ري خصوصي ناس ترعه ري خصوصي في مركز ايه والجمعيه اسمها ايه؟ مدينه بيلا جمعيه ثالث مدينه بيلا مدينه بيلا ايوه ترعة البحرية. ترعة البحرية حاضر. جمعية ثالث بتقول؟ جمعية ثالث ترعة البحرية يا استاذ. عناية الاثنين يا استاذ احمد، اديك طلب ثاني؟ شكرا. بشكرك.